أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الحد الأدنى. برنامج الحد الأدنى يستضيف هذا المساء ويناقش قضية حيوية للاقتصاد السوداني في وقت يعني تتعدد فيه المؤشرات صعودا وهبوطا حول أداء الاقتصاد السوداني، وكذلك علاقة السودان بالتجارة الدولية ومنظمة التجارة الدولية. ظلت علامة استفهام كبيرة في جداول الاقتصاد السوداني حول انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية. تناسلت الأسئلة وعلامات الاستفهام والتعجب، لماذا تأخر انضمام لمنظمة التجارة الدولية؟ ما هي الفرص؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه مسيرة انضمام السودان لهذه المنظمة؟ يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف أحد أعلام وأحد أبرز أفراد الفريق العامل في الأمانة العامة للانضمام لمنظمة التجارة الدولية، ألا وهو دكتور ياسين عيسى محمد، الأمين العام في الأمانة العامة للانضمام لمنظمة التجارة الدولية. مرحبا بك دكتور ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر كل الشكر للأخوة في قناة الشروق والأخ السفير خالد للفرصة التي أتيحت لنا لإلقاء الضوء على الملف كما ذكرت الذي ظل يؤرق كل أفراد الشعب السوداني دخولا وخروجا، ونتمنى أن نلقي بعض الأشياء التي تساعد على فهم هذا الملف بالصورة المطلوبة. دكتور ياسين سبق وأن عمل في وزارة المالية في وكالة تخطيط الصادر، كما عمل أيضا في ولاية جنوب كردفان، وتقلد أيضا منصب المستشار الاقتصادي للبعثة الدائمة للسودان لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ووزارة التجارة، ثم من عام 2015 تقلد منصب الأمين العام للأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية. كما هو معلوم أن منظمة التجارة الدولية تأسست في 1 يناير 1995 خلفا للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المشهورة بالجاد نتيجة لاتفاقية مراكش، وتهدف هذه المنظمة إلى انسياب التجارة بأكبر سلاسة ممكنة من اليسر والحرية. بلغت عضوية المنظمة حتى الوقت الراهن 164 دولة واتحاد جمركي. 98% من التجارة العالمية هي بين أعضاء منظمة التجارة الدولية. هذه سانحة لنطوف على الأسئلة الحيوية والحقيقية حول موقف السودان من الانضمام للمنظمة، ونرحب مرة أخرى بدكتور ياسين الأمين العام لأمانة انضمام السودان لمنظمة التجارة. دعنا نبدأ بسؤال تقليدي حول الفذلكة التاريخية لمسيرة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بشكل مختصر، ثم ندلف إلى القضايا الجوهرية. تفضل دكتور. في البداية أنه السودان تقدم بطلب العضوية لانضمام منظمة التجارة العالمية عام 1994 كما هو معهود، أنه أي دولة ترغب الانضمام لازم أن تقدم طلب رسمي لسكرتير لمدير عام المنظمة ترغب في الانضمام، وتم تشكيل الفريق المفاوض للسودان بعد أسبوعين من تقديم الطلب، ومن ثم بعد بدأت مسألة إعداد الوثائق المهمة. وأول وثيقة طبعا هي الوثيقة الخاصة بمسألة نظام التجارة الخارجية السودان، نعم، وهي تم إعدادها عام 1999، ومن ثم توالت كل العروض أو الوثائق المهمة التي تؤهل السودان للمناقشة للانضمام. فتم تقديم العرض السوداني، عرض التجارة في الخدمات وعرض التجارة في السلع، ومسألة بتاعت الملكية الفكرية، كل الوثائق تم إعدادها وتم تقديم المنظمة. ومن ثم بدأ الاجتماع الأول لفريق العمل المفاوض للسودان في 2003، والاجتماع الثاني 2004. بلغت جملة الوثائق التي تقدمت في تلك الفترة، أنا نعتبرها الفترة الأولى، حوالي 23 وثيقة، ومنها كل الوثائق لها علاقة بالانضمام. وتوقف مع أنه بالرغم من أنه التفاوض فريق العمل الثالث مفروض يقام أو يعاد في 2014 2004
ولكن تأجل لأسباب غير فنية عندما وجدناه في المربع. دكتور ياسين أنت الآن تقر باعتراف وفشل الخبراء السودانيين 23 عام من التيه والضياع لمعرفة عنوان منظمة التجارة الدولية. جهود السودان مستمرة 23 عام دون الانضمام للمنظمة، يعني ما هي الأسباب الحقيقية؟ هل هو ضعف الأداء الفني؟ لا توجد إرادة سياسية وقرار سياسي واضح، لكن ما نستطيع أن نفهم أنه 23 سنة نحن نحاول ولا نستطيع أن ندخل إلى المنظمة. والله يمكن نقول أنه المسألة بتاع انضمام السودان أو انضمام أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية دي مسألة مرهقة وتتطلب إصلاحات شاملة. فننظر إلى مثلا دولة كبرى زي الصين، أخذت 17 سنة حتى انضمت لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك الاتحاد السوفيتي. روسيا أخذت حوالي بتاعت 11 سنة. دي دول يمكن توجهاتها اشتراكية، لكن الدول الرأسمالية افتكر كان عندها يعني فاست تراك في الانضمام له، والله مسار سريع للانضمام للمنظمة. الفاست تراك حدث في ليبيا، انضمت مؤخرا 2015، ولكن مسألة انضمام مسألة شاقة وتطلب إصلاحات شاملة وتطلب بعض التغيير بتاع القوانين، والتطلب من تأكيد بأنه الوضع الاقتصادي مهيأ لأن يندمج في مسألة التجارة العالمية. المسألة قد تأخذ زمن، سنأتي إلى ذلك تفصيلا. لكن في سؤال بيسأله بعض الخبراء والمختصين، أنه الدول اللي كانت عضو يعني في اتفاقية الجاد هي تلقائيا قدمت لتصبح عضو في منظمة التجارة الدولية بدون أي شروط، وتلكأ السودان من يكسب ذاتك العضوية اللي كانت مجانية، كسبت كل الدول. يعني لماذا يعني هذا ذلك؟ هذه حقيقة، يعني بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية كان الدخول للمنظمة عبارة عن توقيع فقط، صف توقيع، ليست هناك شروط. ولكن حسب الوثائق اللي عندكم لم يتخذ القرار الصائب في عملية الانضمام في عام 1900. هل هي توصية الفنيين ولا قرار سياسي؟ قد تكون قرار سياسي أكثر منه فني نسبة، لأنه مسألة تأخير الانضمام يترتب عليه بعض المشاق وبعض الأعمال الفنية اللي قد تكون لا أثر كبير جدا في عملية بتاعت مسألة الانضمام في منظمة التجارة العالمية. فبالتالي الفترة الأولى كانت مجرد مشاورات لا تتطلب إعداد وثائق بصورة الحسة حاليا، توقيع فقط على تلك الاستمارة ونصبح أعضاء. هتصبح أعضاء كل دول العالم، أصبحت معظم الدول اللي انضمت يعني في الفترة الأخيرة انضمت عبارة عن توقيع فقط. نحن فقدنا الفرصة الآن نلهث إليها أكيد ولا نستطيع أن ندركها بإذن الله. طيب نحن بدأنا يا دكتور محاولات جادة 2003، يعني الاجتماع الأول لفريق العمل انضمام السودان 2003، الاجتماع الثاني 2004، توقف التفاوض لمدة 13 عام. ما هي ملابسات هذا التوقف؟ هي المعلومة الموجودة لدينا بعد 2004 أن السودان تقدم ببعض الوثائق الممتازة، وأعضاء منظمة التجارة العالمية يحتاجوا فترة زمنية لقراءة هذه الملفات ومن ثم إعداد رأيهم في هذه الوثائق. ومن تلك الفترة توقف التفاوض، توقف إعلان الاجتماع الثالث إلى عام 2015. ويمكن القول أنه مع أنه في منظمة التجارة العالمية 97% من العمل فني، ويمكن القول أنه 3% سياسي، هذا هو التفسير الوحيد لتوقف السودان عام 2004. نتكلم بصراحة يا دكتور ياسين، كثير من الناس يشيرون بأصابع الاتهام إلى الفريق الفني اللي كان مفاوض في ذلك الوقت. أفتكر أنه دون تسمية أسماء لا حرج في أن يعني نضع الإصبع على مواضع الألم، لأنه الفكرة أنه نريد أن نستدرك على أخطاء الماضي ونستشرف المستقبل. يعني 13 عام وكان هناك دعم كبير جدا وهناك قناعة بالانضمام، لكن كل ذلك الحراك المكثف لم يسفر عن أي نتيجة موضوعية. والله قد لا يكون السبب الأساسي الفريق الفني، نسبة لأنه التفاوض كان ماشي بصورة ممتازة الفترة دي،
زيد على ذلك انه الفتره دي كانت السودان تلقى حوالي 500 سؤال وتم الرد على، والخطاب كما ذكرت الوحيد الذي وجدناه انه توقف التفاوض عام 2004 انه الاعضاء يحتاجون لمزيد من الوقت لدراسه هذه الوثائق، وليس هنالك سبب غير سبب. السبب الوحيد اللي يمكن ذكره انه المساله السياسيه هي الاساس في عمليه توقف. هل الولايات المتحده كان عندها فيتو على انضمام السودان؟ انا اعتقد في الوثائق لا، ما وجدنا ما عندها اي سبب فني، انما سبب سياسي. وانا افتكر الولايات المتحده الامريكيه كانت هي وراء تاخير انضمام السودان في الفتره الاولى. لكن طبعا نحن برضو بحثنا في الوثائق في التحضير لهذا الحوار، لم نجد اعتراض معلن للولايات المتحده على عدم انضمام السودان، لم تضع اي شروط على ذلك. حتى الفتره الحاليه 2015 عندما ذهب وزير التعاون الدولي، مندوب الولايات المتحده الامريكيه بيقول انه احنا ما عندنا اعتراض لانضمام السودان لعضو التجاره العالميه، ولكن اذا استوفى المطلوبات والشروط المطلوبة، ولكن حنكون عنيفين في مساله فنيه. حتى هل ده شرط ينطبق على كل الدول التي تريد ان تنال العضويه، ولا والله ولا هذا يعني فقط مصمم للسودان؟ قد يكون كذلك. يعني حس احنا معانا جزر، بعض الجزر برضو خسنا تفاوض، شعرنا منهم انه في 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 اسئله كثيره جدا تجيب في بالذات الجانب الامريكي. فانا ابتكر المساله الفنيه دي ما هي ليست قضيه، هي الغالب على الشغل بتاع منظمه الطيران، ولكن تخش المسائل السياسيه قد نشعر بها لحد حس حتى الان لم يسلنا اي سؤال له اي جانب له علاقه بالسياسه. ولكن من خلال التلقف في عمليه تاجيل الاجتماعات وما الى ذلك بدون اسباب كده منطقيه هي السبب الاساسي. طيب يا دكتور، في سؤال مطروح، انا بفتكر انه في عدم استقرار للسياسات الاقتصاديه، يعني انك مهما يكن من التزامات ومطلوبات لان قد تتراجع عنها، لانه بفتكر انه مؤشرات الاداء الاقتصادي في السودان في حال الصعود وهبوط، ما في استقرار للسياسات الاقتصاديه. قد لا يشعر ان هناك ضمانات كافيه يعني على ان السودان يلتزم بهذه المطلوبات والشروط. كيف ترد على ذلك؟ والله يصف انه وليس السودان فقط وانما كل الدول الاقل نموا تعاني نفس المشاكل. ولكن المساله بتاعت انه كثره الاسئله ودراسه الوثائق بصوره دقيقه للغايه هي ما هي الا اجراءات بتاع التحقق، فانه البلد المعني او البلد التي تحتاج نظام للتجاره العالميه لابد ان تجري الاصلاحات اللازمه. وده يعني ينعكس في عمليه بتاعت انه الالتزام الذي نوقع عليه لابد من تنفيذه بعد الانضمام، او حنقع في طائله بتاعت المشاكل وعمليه بتاعت المنزعات. دكتور، بصراحه كيف تقيم اداء الفريق الفني المفاوض برئاسة بدر الدين سليمان في ذلك الوقت؟ هناك كلام حديث كثير في هذا الأمر على أنه القدرة الفنية كان موضوع شك في هذا، لأنه كان إرادة سياسية واضحة بدعم هذا الفريق. يعني والله لا أعتقد أنه الكفاءة، لأنه خبراء مشهود لهم في عملية بتاعت إعداد الوثائق وعملية، وإنما الفترة الأولى كان هنالك خبراء مفرغين تماماً، كانت أربعة وخمسة فريق مفرغين تمام لإعداد هذه الوثائق. فأنا لا أعتقد أنه مسألة الفنية بالنسبة أو القدرة الفنية لهذه الخبراء قد تنقصها، ولكن مسألة سياسية. وإنما حتى الفترة الأخيرة اللي نحن وجدنا في بدأنا فيها العمل، يعني عملنا تحديث للوثائق التي تم إعدادها. لم تبدأوا من الصفر. لم نبدأ من الصفر، إذا كانت مهمتنا أسهل من المهمة بتاعت الفريق الأول. إن هم عدوا الوثائق ونحن عملنا تحديث لهذه الوثائق. مستصحبين كل التغيرات اللي حصلت في السودان. طيب دكتور، برضه هناك سؤال، يعني هل تظن ان التنازعات بين الوزارات وعدم التنسيق بينها سبب في ذلك؟ لانه هذا الملف انتقل بين التجاره والتعاون الدولي والتجاره، مفوضيه، امانه عامه. يعني اشرح لنا هذه الملابسات. والله يبدو انه واحده من المزايا بتاعت تحول هذا الملف من رئاسه الجمهوريه لوزارة التجارة، لوزارة التعاون الدولي، لوزارة التجارة، لوزارة التعاون الدولي، وجود المفوضية كشكل قائم ينتقل من وزارة واحدة من المحاسن بتاعته أنه الوثائق لا زالت موجودة.
نعم دي واحدة من المحز. لكن برضو هذا الأمر أدى إلى شنو؟ إلى عدم استقرار الملف في أضر الملف خلاف والموقع الطبيعي وزارة التجارة هو الموقع الطبيعي هذا الموقع. لأنه سمعنا أن وجود الملف كان في وزارة التعاون الدولي أدى إلى يعني إلى تعطيل الإجراءات، لأنه يعني هي منظمة التجارة الدولية ووزير التجارة هو المشرف وليست أي وزارة أخرى، فبالتالي أفتكر أنه هناك استحسان كبير جدا للقرار السياسي الذي أدى إلى نقل الملف من وزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة. أكيد ده الوضع يعني وضع مرة طبيعي. أخرى هذا البيت الطبيعي وضع الطبيعي ده. نعم. طيب دكتورة، نحن سؤالنا أنه يعني منذ متى بدأ يعني منظمة التجارة الدولية ووزير التجارة هو المشرف وليست أي وزارة أخرى، فبالتالي أفتكر أنه هناك استحسان كبير جدا للقرار السياسي الذي أدى إلى نقل الملف من وزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة. أكيد ده الوضع يعني وضع مرة طبيعي. أخرى هذا البيت الطبيعي وضع الطبيعي ده. نعم. طيب دكتورة، نحن سؤالنا أنه يعني منذ متى بدأ يعني أحسستم بجدية الأطراف وأعضاء الأعضاء في منظمة التجارة الدولية لقبول يعني إجراءات السودان للانضمام؟ يعني متى؟ 2015 2014؟ والله الأمر ده بدأ واضح في 2015 عندما زار الأخ وزير التعاون الدولي لرأس سكرتارة المنظمة بجنيف والتقى بكل الكي بلاير او الزعامات في المنظمة. فكان في ترحيب منقطع النظير فيما يتعلق بمسألة بتاعت إعادة النظر في عضوية طلب عضوات السودان. وحتى الاجتماع المجلس العام الذي بموجبه انه تم تعيين رئيس فريق العمل الياباني، وكان هناك المجموعة العربية برأسة المملكة العربية السعودية رحبت ترحيب شديد. نعم. والكيني برأسة المجموعة الأفريقية رحبت. نعم. بنين برأسة المجموعة الأقل نموا برضو رحبت. المجموعة بتاعت الـ ACB رحبت. وأيضا اليابان وكندا وبقية الدول العظمى حتى الولايات المتحدة الأمريكية رحبت بانضمام السودان. وظافر ذلك أن سكرتارية منظمة التجارة العالمية كانت لها ضلع كبير. دكتور كذلك فائدة المشاهد حتى يفهم. يعني ما هي شروط انضمام أي دولة لعضوية المنظمة؟ والله مهم من أهمية مكان أنه الدولة تتقدم الطلب. نعم. انضمام، ثم بعد ذلك تبدأ في عملية إعداد الوثائق الأساسية. أهم وثيقة فيها وثيقة تعكس النظام التجاري بالنسبة للدولة المعنية، وتأتي الوثيقة الثانية هو التي علاقة بالخطة القانونية، بينما الوثيقة بتاعت حول نظام التجارة وتعكس واقع التجارة في السودان تتقسم من حوالي 6 أجزاء مهمة. الجزء الأول له علاقة بالسياسة المالية والنقدية المتبعة في السودان، والجزء الثاني له علاقة بالقوانين والدساتير التي تنص على مسألة بتاعت التجارة، والجزء الثالث له علاقة بمسألة التجارة في السلع، كيفية التجارة في السلع والقوانين التي تنص على ذلك. نعم. والجزء الرابع التجارة في الخدمات والملكية الفكرية، وبعد ذلك الجزء الأخير له علاقة بالاتفاقيات الموقع الدول المعنية فيما يتعلق بمسألة بتاعت المزايا التي تمنحها الاتفاقات الثنائية. هذه المذكرة تعتبر أساسية لفريق التفاوض المتعدد الأطراف بالإضافة للخطة القانونية. أي فقرة كتبت لابد أن شنو تسند على القوانين بتقول شنو فيما يتعلق بهذه المسألة. فأنا أفتكر دي وثائق مهمة، بالإضافة هنا في وثائق أخرى لا علاقة بكيفية العرض للخدمات وعرض للتجارة، وسائق لا علاقة بالملكية الفكرية، وسائق لا علاقة بالمؤسسات بتاعت الدولة. أنا فاهم يعني أن الإجراءات أيضا أنه تتطلب أن يكون هناك إجماع، إذا اعترضت أي دولة عضو يعني تؤخر هذه المسألة، هل هذا صحيح؟ النظام في 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 منظمة التجارة العالمية هو الإجماع consensus. ولكن وده السائد في المنظمة، ولكن إذا استطاعت الدولة أن تحصل على ثلثين تلقائيا تكون عضو. لكن جرت العادة أنه اتخاذ القرار في المنظمة عبارة عن شنو؟ سمعنا أن هناك يعني أن الولايات المتحدة كانت لا تريد للسودان أن ينضم لعضوية المنظمة هو تحت العقوبات، خوفا من أن يرفع السودان
يعني شكوى في النظام العام لمنظمة التجارة الدولية، لأنه هناك قضايا مثل ذلك، خاصة ضد الإجراءات الأحادية أو فرض يعني عقوبات ضد دولة أخرى، اللي هو ضد منظومة ونظم منظمة التجارة الدولية. هل هذا سبب كافي أن الولايات المتحدة تعترض لأنها تفرض عقوبات اقتصادية على السودان، أم هذا مجرد تحليل؟ يصف أنه قد يكون الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسية ودولة تتخذ إجراءات وفق نظام معين، فعملية أنه اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير مباشرة تعترض الولايات المتحدة عن طريق الشيء الفني. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لحد حاسة نحن تحصلنا على حوالي 400 سؤال معظم من الولايات المتحدة الأمريكية، وده واحد من الأشياء اللي فيها نوع من التحايل على شيء سياسي يحط لك في شيء فني. أنت على حسب نظرتكم للأسئلة يا دكتور، دور مقاطعة، هل أسئلة تسويفية لإطالة الزمن وتعجيزية، ولا أسئلة حقيقية دار يطمئنوا لموقف السودان من الانضمام؟ والله أقول لك أسئلة قد تكون حقيقية، سر لا عملية بتاعت إصلاح. يعني أنا أديك مثل، أدينا مثال، عندك قانون بتاع الإغراق، القانون بتاعنا إحنا وعملنا إحنا وجزناه، القانون ده جاتنا فيه 22 سؤال، وجبنا الفنيين والأخوة من العدل قروا هذا القانون، اقتنعوا بأنه لازم نعدله، عندي أشياء يعني فنية بحتة. المسألة بتاعت الأسعار، سعر الصرف، نعم الثلاثة سعر الصرف، هم بيروا أن سعر الصرف ده يعني لابد أن يكون سعر واحد. المسألة بتاعت أنه عملية بتاعت الإيراد بتاعت التصدير والسيرات، يعني مثلا أنك أنت داير تجيب مفرقات لازم تأخذ إذن من الوزارة العدل، وزارة الدفاع حد، أو أدوية داير تأخذها من وزارة الصحة، ومن ثم تأخذ المسألة بتاعت الترخيص من وزارة التجارة. فهما في أسئلة كثيرة جدا في النظام بتاع الاستيراد والتصدير، بيروا أنه في بعض الإجراءات قد تطول المسألة بتاعت يعني، أو يتطلب من السودان أنه يعيد بعض الأشياء على أساس أنه يسهل المسألة بتاعت التجارة. فأنا أفتكر الأسئلة كلها كانت أسئلة يعني ممتازة في حقيقية موضوعية واقعية، موضوعية واقعية، ومسألة تؤدي لعملية بتاعت إصلاح. دكتور يعني مزارع بسيط في إحدى قرى السودان، أو راعي بسيط في واحدة من نجوع السودان البعيدة، عندما يسمع انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية، يعني بحيث أنكم دارين ترموا عليه مظلة إضافية تقيد أكثر في عمله، يعني ماذا يستفيد المزارع البسيط والمنتج البسيط في أرياف ونجوع السودان البسيطة؟ بمعنى أنه ماذا يستفيد السودان من الانضمام لمنظمة التجارة الدولية؟ والله مثلا الانضمام لمنظمة التجارة، أول حاجة نأخذ منظمة التجارة الدولية هي منظمة مصدر بتاعت أحكام، نعم، وقوانين. يعني في حوالي 20 قانون، 20 اتفاقية، وكل هذه الاتفاقيات لها علاقة بمسألة بتاعت التجارة. يعني مسألة بتاعت أنه انضمام أو الفائدة التي يمكن تجنيها الدولة في انضمام السودان، يعني شيء بسيط جدا، يعني مثلا فتح أسواق للتصدير وزيادة السلع المصدرة، وده ناتج من شنو؟ ده ناتج من عملية أنه حتى السلع المصدرة قد تخفيض الحواجز الجمركية، والجمركية في الدول الماشية لها التصدير، بالإضافة للفوائد المزايا التفضيلية بتمنح للدول أقل النمو، فدي كلها مزايا ممكن أن الدولة تجنيها فيما يتعلق بالمسألة بتاع الانضمام المزمطية، وغيرها من الفوائد كثيرة جدا. لكن يا دكتور لسي ناس بسيطين بقول لك السودان عضو في الكوميسا العام، لم يستفيد الاستفادة القصوى، دعنا نجيب لهم مظلة أكبر كمان من الكوميسا عشان نفشل زيادة، هنا الآن بيفتكروا في إغراق من الكوميسا على الأسواق السودانية، والمصدر السوداني والدولة السودانية ما قدر يستفيد من هذه العضوية. واحدة من المشاكل الأساسية اللي علاقة بمسألة بتاعت الانضمام في متعلق المنظمات القيمة التجارة، عن مسألة بتاعت الإنتاج والإنتاج، ما لم نحل مشكلة الإنتاج والإنتاج ننتج بكميات كبيرة ونوجه إنتاجنا للصادر، قد لا نستفيد من مسألة بتاعت الانضمام. فدي واحدة من الأشياء المهمة جدا لابد أن نأخذها في مسألة بتاعتنا. الكوميسا تختلف تماما عن منظمة التجارة، أنا موزج أصغر فقط، موزج لكن دي تعريف صفرية، لكن منظمة التجارة عاملة زي ما قلت لك منظمة بتاعت لوائح وقوانين، يعني تختلف تماما. يعني مثلا حس انا اقول لك الناس بيقول لك احنا فشلنا في الكوميسا، ننجح في المنظمه فشلنا الكوميسا لان المساله بتاعت الانتاج والانتاج،
مسألة بتاعت عملية بتاعت التجارة ذاتها مكلفة جدا في السودان. سنأتي إلى ذلك بالتفصيل دكتور ياسين. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى ونحن نواصل الحوار في برنامج الحد الأدنى مع دكتور ياسين عيسى محمد الأمين العام للأمانة العامة للانضمام لمنظمة التجارة الدولية، حيث
ناقشنا في الجزء الأول من هذا الحوار شروط انضمام الدول لمنظمة التجارة، وأيضا طوفنا على عدد من القضايا والموضوعات التي تهم السودان في كتحه الحثيث نحو الانضمام لمنظمة التجارة الدولية. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور ياسين. شكرا دكتور. نحن في الجزء الأول من الحوار توقفنا حول يعني مزايا وماذا يكسب السودان أو المنتج البسيط والراعي البسيط والمزارع البسيط من انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية، وبعض النخب والمختصين والمراقبين يقولوا أن السودان قد فشل من الاستفادة من انضمامه إلى السوق سوق شرق أفريقيا الاقتصادية الكوميسا، والآن السودان يريد أن يورط نفسه مجددا في مظلة أكبر وهي منظمة التجارة الدولية. لدينا سؤال آخر يعني مهم جدا للسادة المشاهدين، يعني هل الاقتصاد السوداني الآن مهيأ بكلياته ليصبح عضوا في منظمة التجارة الدولية؟ والله هذا سؤال مهم جدا، لكن إذا نظرنا إلى عضوية الدول لمنظمة التجارة العالمية نجد بعض الجزر موجودة في الكاريبي والباسيفيك، جزر يعني سيرناما جزيرة يعني يمكن القول بأنها هي قدر المورد وشيء من مدرسة المؤتمر، هي حاليا عضو في منظمة التجارة العالمية، اقتصاد بحسمك فقط. السودان بإمكانياته الزاخرة دي، فأفتكر ما في مشكلة أن السودان يكون القضية ليست يعني ليست بالإمكانات والقدرات الاقتصادية، لكن بالمنظومة الاقتصادية والتجارية الموجودة. دي واحدة من المشاكل الأساسية، يعني الانضمام منظمة التجارة ما هي إلا عملية بتاعت إصلاح اقتصادي واقتصاد تجاري، وذلك بعدد من الإصلاحات التي تجرى في المسائل القانونية والتشريعية. دولة لكن جارة مثل أثيوبيا ليست عضو، مشكلة ليست عضو، لكن أثيوبيا لها حسة بدأت جادة في مسألة بتاعت النظام. الجزائر أيضا ليست عضو، الجزائر ليست عضو، لكن السودان بإمكانيات برضو عندها اقتصاد، يعني السودان بإمكانيات الموجودة أنا أفتكر ما في مشكلة غير أنه يدخل عضو، خاصة أن المسألة بتاعت العضوية أصبحت مسألة حتمية مع زي ما قلت في بداية لكن البعض بخاف من الإغراق يا دكتور. أنت دعنا أنت تحدث عن الفوائد والمزايا، دعنا نتحدث ماذا يخسر السودان في الانضمام لمنظمة التجارة؟ والله نخسر شنو؟ والله مسكن المسألة بتاعت السلبيات الانضمام دي موجودة، يعني واحدة من المشاكل أبرز إيه؟ يعني مسألة بتاعت أنه هيمنة الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود التي لا تعرف حدود، وبتهيمن على السوق والأسعار، وممكن توجه الاقتصاد وتوجه السياسة فقط إذا تعمل إغراق لكن حتى الإغراق ده هناك قوانين ممكن الناس تتفاداها، يعني مثلا انضمام التجارة يعني هناك قوانين ممكن الناس تحمي بها حماية مؤقتة حتى بالنسبه لصغار المزارعين لبعض القطاعات. ايوه في المساله بتاعت الرسوم الجمركيه والمساله بتاعت الحصص دي كلها الدوله ممكن تستخدمها على اساس انه تحمي صناعات الوليده او تحمي انتاج. لكن يا دكتور الناس بيقولوا الان 70% من يعني موارد الاقتصاد السوداني او الميزانيه بتاعت الدوله قائمه على الضرائب وقائمه على الجمارك، فواضح ان السودان سيفقد مورد هام جدا من موارد الميزانية السنوية للبلد. لا الكلام ده ما سليم. نعم الكلام ده إطلاق ما سليم. يعني مثلا حسا عرض السودان فيما يتعلق بالسلع، نعم إذا كان حسا الشكل بتاع تعريفة الجمركية الموجودة في وزارة المالية أو الجمارك 0.3% و10% و15% و45% سلع الكمالية، الأرض بتاع السودان فيه 40 و50 و60 لحد 220%، ده واحد. واثنين المسألة بتاع الانضمام لا تتطلب انك انت تخفض التعريفه الى صفر، وانما في تعريفه يا تلتزم بالتعريفه الحاسه حاليا جاريه تثبتها او تعريفه اعلى من التعريفه السائده، وبالتالي تلتزم انه خاصه التعريفه لها علاقه بالايرادات ولا علاقه بالمساله بتاع الدوله، انت ما بتخفض طبعا لكن تاخذ فتره زمنيه قد تصل 7-8 سنوات في خسارة، يعني تاثير الانضمام فيما يتعلق بالايرادات هذا غير صحيح غير سليم. يعني ستطمن انت انه الانضمام السودان لن يؤثر على ايرادات الدوله في الوقت الراهن أصلاً. ولكن الايرادات تتخفض بناء على اتفاقيه الجماعيه،
وده بيتطلب انه انك انت تكون داخل منظمه التجاره العالميه على اساس انه تدافع عن مصالحك، تحمي عن مصالحك. دي واحده من مع دول ايضا تشابهك في نفس الظروف والاشياء وكذا، خاصه ان القرارات في منظمه التجاره العالميه قرارات بالكونسنس بالاجماع، قد دوله واحده قد تعيقها قرار تتخذ دول كبرى. طب دكتور، في سؤال برضه مهم، هل بتفتكر انه في مجموعات مستفيده اقتصاديه تعارض في القطاع الخاص ولا العام، تعارض انضمام السودان للمنظمة لأنه مصالحها ستهدد بهذا الانضمام؟ لأنه افتكر مسألة الانضمام هي بتعمل تسوية لأرضية الملعب، والناس بيكونوا يعني بالتساوي، يعني مسألة التفضيل والحماية ستختفي تماما لأنه حيكون الملعب فقط للتنافس الحر. هناك مجموعة ستتضرر مستفيدة من هذا الرعاية الاقتصادية للدولة. والله ودي أحد المشاكل احنا بنعاني منها، يعني عدم أو رفع الوعي فيما يتعلق بقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية. يعني إذا كان الناس عرفت المبادئ والقواعد منظمة التجارة أو عدم الفتوى فيما يتعلق إلا بعد الدراية، فافتكر الناس كلها تكون عرضية. يعني واحدة. بتفتكر أن المعارضة قائمة على جهل؟ جهل وعدم معرفة بما يتعلق بالمسائل لا علاقة بالمبادئ والقواعد. لكن تطمنوا كيف الناس المتضررين في القطاع الخاص والعام؟ رفع أو الوعي. بيفتكروا انه هون سيتضرروا. رفع الوعي. رفع الوعي، ونحن عندنا برضه بعد الدعومات حتجينا وان شاء الله الناس. انا واحدة من المشاكل بتاعتنا حاسس نعاني فيها القطاع الخاص هو الذي يتأثر ايجابيا او سلبيا بانضمام السودان. وتفتكر ان القطاع الخاص بتاعنا قادر على التنافس في ظل فتح يعني التنافس الحر وفقا لقواعد وده يتوقف على الوثائق التي نعدها. يعني الوثائق التي نعدها لابد ان تعكس الواقع بصوره ممتازه، والمفاوض السوداني يراعي المصلحه الوطنيه في الحزب. هل القطاع الخاص جزء من التفاوض؟ هل جزء من اعداد هذه الوثائق؟ في كل اللجان الفنيه التي تم تشكيلها لاعداد الوثائق المختلفه القطاع الخاص مشترك، ولكن من المؤسف ما قاعدين يجوا ما عندهم نساء. والثاني طلبنا منهم انه يجوا يشتركوا معنا في الفريق الذي ذهب لجنيف، فاتوا معنا الجوله الاولى لكن الجوله الثانيه ما فاتوا. على كل برضه سيأتوا وقت ويعترضوا على ذلك. وعملنا برضه ورشه بالنسبه للقطاع العام والقطاع الخاص، ولا زلنا بايماننا القاطع بانه مساله بتاعت القطاع الخاص مساله حاسميه وهي التي تتضرر ايجابيا او سلبيا في مساله بتاعت الدم، ولا بد باي شكل من اشكال الموجوده في الساحه ان القطاع الخاص يكون جزء اصيل مثل بتاع منظمه التجاره العالميه. دكتور، انتم ما بتفتكروا انه في مشكله في شرح يعني مسائل؟ يعني انا حاسس انه المشاهد والراي العام بعيد تماما عن ثقافه وقضايا انضمام السودان للمنظمه، وهناك اول ما تقول لهم المنظمه طوال بيحصل هجوم وبيحصل نقد سالب، بيحصل تشكيك اصلا. يعني لماذا ما في آلية لشرح يعني كل هذه المضامين التي تحدثت عنها، قضية خلق الوعي وسط العقل الجمعي السوداني؟ يعني والله بدينا بالمسألة دي، يعني أولا حاولنا نقنع أو نتحدث مع الوقوف الوزارات، وعملنا جلسة في عدد 4 وزارات، وافتكر ده حاجه مهمه جدا، وعملنا 3 جلسات مع القطاع الخاص في مساله بتاعت شرح القوانين وشرح الاتفاقيات بتاعت منظمه التجاره العالميه، وتلقانا بعض الاسئله. ولكن عموما المساله ما سهله، لانه انا افتكر كان برضه سالنا الدول فاتت ضمت قدرنا عن مسارهم وتجاربهم، فذكر انه الاخوه الفلسطيني قالوا لنا اخذنا 7 سنوات في مساله بتاعت تغيير العقليه بتاعت الصيني على اساس ان ينضم للتجاره. فانا افتكر ده فتره طويله وتحتاج لجهد، وان شاء الله بنحاول نقوم. دكتور، عندنا سؤال اساسي. لماذا الاراده السياسيه منقسمه حيال الانضمام الى منظمه التجاره الدوليه؟ نحن وجدنا اجابات مختلفه من عدد من الوزراء المختصين، والسؤال الاساسي يقول لم نحسم بعد يعني وجهه الدوله للانضمام او عدم الانضمام. يعني لماذا الانقسام في الإرادة السياسية تجاه الانضمام؟ سؤالك ده جميل، لكن أنا أفتكر إذا طلع قصه قرار أو خطاب من نائب رئيس الجمهورية وخطاب من المجلس التشريعي
ده يعني أنه القيادة السياسية في الدولة مقتنعة بالمسألة بتاعت الانضمام. بقية المسألة قد تكون مسألة شخصية من بعض الجهات السياسية. لماذا التشكيك يعني؟ لماذا التشكيك؟ والناس وغير كده بالإضافة لذلك في لجنة عليا، لجنة عليا دي ما رئيس النائب رئيس الجمهورية وعضوية كل الوزراء المختصين. فأنا أفتكر أربع اجتماعات ما كان في رأي شاسع في المجلس على الانضمام وزارة التجارة حتى المجلس الوطني. فبالإجماع أنه وافقوا على المسألة أنه السودان يواصل المعارضة. ولكن واحدة من المشاكل قد تكون التغييرات المتلاحقة، يعني دي واحدة من المشاكل إنه الملف قد ينتقل لزول وقد لا يكون متملك، يكون عنده رؤية، يكون عنده رأي وقد يكون متملك للمعلومات السليمة ويبني رأيه على ذلك. ولكن من الدولة، دولة أخذت قرار واضح في مسألة بتاعت يعني أنت بتفتكر إنه الإرادة السياسية ليست منقسمة حيال هذا الأمر؟ أكيد أكيد. وما يحدث هذا يعني عبارة عن آراء فردية، آراء فردية وغير المجال بتاع الناحية السياسية. ولكن يا دكتور برضو الناس بصراحة ما قادرين يفهموا منكم بشرح واضح أو بإطار بتاع مصفوفة إنه والله ماذا نخسر وماذا نربح من الانضمام. يعني الناس ده السؤال البسيط ده، المزارع الموجود في القرى والنجوع والراعي القاعد في القرى والنجوع إلى أكبر رجال الأعمال الموجودين في الخرطوم دارين يفهموا إنه لماذا؟ والله المسألة بتاع الانضمام مسألة مهمة، يعني مسألة بتاعت واحدة من الأشياء المهمة جدا إنه الانضمام يحققها إنه إدخال التكنولوجيا والتقنيات، لأنه فتحت السوق جهات تكنولوجيا تقنيات أكيد حيكون في توسع أفقي ورأسي فيما يتعلق بمنتجات. التوسع الأفقي والرأسي ده قد يكون إدخال التكنولوجيا إنتاج بعض المنتجات قد لا تتوفر لها، قد لا يمكن ننتجها إذا ما توفرت هذه. لكن الإنتاج المحلي سيتضرر لأنه يعني أنت السلع اللي بتجي من الخارج بتكون أكثر جودة أكيد. وأقل سعرا، أكثر جودة أو أقل سعر، وقد تتركز في المناطق الحضرية، تتركز في المناطق الحضرية. لكن كيف تحمي المنتج؟ كيف تحمي المنتج؟ أيوة بالعروض التي أقدمها. يعني أنا في واحدة الأشياء طلبت الشراكة، يعني زول جايني من برا تجيني عن طريق الشراكة. أهم القطاعات اللي ممكن تتأثر شنو؟ القطاع الزراعي. القطاع الزراعي تتأثر، والقطاع الصناعي بالذات. يعني تفتكر في السلع الصناعية الممتازة، لكن في نفس اللحظة جات الشركات قد تكون تؤدي إلى شنو؟ إلى زيادة القيمة المضافة الموجودة في البلد، أو احتكاك برضو الشركات دي أو أصحاب هنا الشركات دي مع القطاع الصناعي المحلي قد يؤدي إلى شنو؟ إلى زيادة جودة، بالإضافة إلى المنافسة فيما يتعلق بالخدمات. لكن يا دكتور هسه أي إنسان بينظر إلى هيكلة الاقتصاد السوداني يفتكر انه كلفة الانتاج عالية جدا لانه الكهرباء غالية، العمالة غالية، في مشكلة بتاعت بنيات اساسية ما متوفرة، مشكلة بتاعت ترحيل مناطق الانتاج الى مناطق التصدير الى السوق المحلي، دي كلها اشكاليات حقيقية بترفع من كلفة الانتاج في حين انه الوارد من الخارج لديه مزايا تفضيلية يعني وينافس ويقتل بعض الصناعات المحلية. يعني كيف نرد على مثل هذه؟ والله دي واحدة من المسائل. يعني أنا زي ما قلت لك المسألة بتاعت أنه تكلفة الإنتاج في السودان عالية شديد لعدة أسباب. يعني البنيات الأساسية موجودة، بالإضافة لذلك المسألة بتاعت العمالة ذاتها مشكلة. أكيد أنه الشيء جاي من برا قد يكون أقل تكلفة من جاي. لكن يا دكتور هل يعني مجرد الانضمام أنك أنت بتقتل صناعات وطنية كثيرة؟ لما تقتلها ما عندك حماية. أنا ما قلت لك قبل يعني في حماية مؤقتة، المسألة بتاع الانضمام حماية مؤقتة على أساس أنه جنوب 4-5 سنة وخلاص، يعني 6 سنة بسبب 6 سنة 7 سنة ممكن تستخدمها. وبعدين أنا إلى متى أنه أنا أحمي صناعات ما قادر هي؟ لكن ما هو الضمان أنك خلال 6-7 سنة أنك تقدر تنهض ببنيات ما قلت لك اختلاط الشيء جاي من برا. نعم. هو طبعا تكنولوجيا عالية. نعم. ولا بد أنا قلت لك في أثناء العروض بتاعتي أو أثناء الوسائق بتاعتي بيتطلب أنه يعني أديك مثل، يعني مثلا أنا بيتطلب أنه داير زول داير يستثمر في الصحة. نعم. بقول له يا أخي تستثمر لي في حاجة، أول حاجة تجيني عن طريق الشراكة أو تجيني بناء على شنو بتاع أنا عندي الحوجة للمرفق ده في الحتة دي ولا لا. يعني مثلا جول جاي من كندا دارس استثمر في الصحة، بيجي يشوف أكثر منطقة بتجيب إيراد، بيجي يلقى ما بين فضيل وزيتونة، ممكن بإمكانات يشتري حتة دي ويشتري ويبني مستشفى 20 طابق يقتل لي الفضيل وزيتونة. لكن لا، أنا بقول له هل عندي حوجة للمستشفى دي في الحتة دي؟
ده انا شرطه بخطه. نعم. هو كنت جاي يقول الشرطه ده، بقول له انا ما عندي حوجه في الحته، لكن عندي حوجه في مستشفى في رشاد مثلا، او في اي دوله او في اي مدينه ثانيه. عشان كده في اثناء انا قلت لك اهم شيء في منظمه التجاره العالميه انك انت المستنداتك الفنيه تضعها وفق وجهه النظر او الواقع بتاعك. يعني انت بتفتكر انه الانضمام يعني بيجعل التنافس هو الاساس؟ اكيد. والتنافس سيعمل على تجويد المنتج المحلي وقدرته على التنافس. اكيد. انا سمعت راي قريب من ذلك، انا سمعت راي من خبير قريب من ذلك، انه انضمام السودان ربما نتضرر لكن في المرحله الاولى، لكن سيساعد ذلك على ان يعني يجتهد المستثمرون والمنتج المحلي على انه يقدم افضل ما عنده حتى يستطيع ان ينافس. انا افتكر دي واحده من المسائل المهمه جدا، انه يعني انضمام اي دوله في بدايه المرحله لازم يحصل شنو؟ يحصل صدمه. صدمه. الصدمه دي تؤدي لشنو؟ يعني لابد انه كلهم عليك يقتلك يقويك. ولكن اهم من في الامر انك انت داخل المنظمه تستطيع ان تدافع عن مصالحك، ولكن خارج المنظمه قد لا تستطيع. لكن ده برجعنا للسؤال الاساسي يا دكتور، هل الاقتصاد السوداني مهيئ بكلياته، بمعنى انه المنظومه الاقتصاديه والتجاريه والسياسات اللي هي تعاني من بعض الاستقرار، سياسات الحمايه الكثيره، جيوب المنتفعه من الوضع الراهن التي تقاوم اي منهج جديد لاعاده هيكله الاقتصاد، يعني كيف نتغلب على كل هذه الشكوك؟ واحده من المسائل. يعني انا دار اقول لك حسا نحن عندنا في المساله بتاعت حتى القوانين، يعني حسا عندنا حوالي بتاعت 151 قانون محتاج لتعديل. لا، فيها 21 قانون ده ما موجود، ما عندنا اصلا، ما في حسا شغالين 21 ما كان. ادينا نموذج، ادينا نموذج لواحد مثلا، يعني مثلا قانون له علاقه بالتنميه الريفيه، نعم، ما موجود اصلا. قانون وين كان حسا تعمل؟ قانون بتاع التنميه الصناعيه بتعمل المسدس حس حاليا، وكل القوانين حس عندنا يعني 21 قانون ما موجودات شغالين فيها لازم نعملها. طيب ال 130 قانون دي دايره مراجعه للناس، 130 قانون دي دايره مراجعه انه الناس تقروا هل هي تتماشى مع قوانين منظمه التجاره ولا لا. في بعض القوانين ممتازه جدا، يعني القانون بتاع الجمارك ممتاز ما عنده مشكله، لانه اتعمل باشراف من منظمه التجاره العالميه، منظمه الجمارك العالميه في بروكسي. نعم. في قانون بتاع الاستثمار فاتح وما عنده مشكله اصلا، اهم شيء مبدئين، مبدا المعامله التفضيليه، ما في فرق بين المنتج المحلي، وده موجود وفي امتيازات. يعني احنا لابد انه يكون في اصلاح، يعني في مراجعات واصلاحات قانونيه واقتصاديه كبيره عندنا لابد انه تتعمل، نستوفي شروط، او عشان نحاول بقدر الامكان الناس تستفيد من المساله بتاعت الانضمام. خلاف ذلك بنرجع المسألة بتاعت ال هنا. انت ما خايف يا دكتور من انهيار اقتصادي ولا افلاس يعني مالي في حالة الانضمام؟ ما خايف؟ اكيد لا، اكيد لا. الانضمام ده زي ما قلت لك انه الصدمة بتحصل، ولكن يعني بعد فترة يا صدمة، الصدمة انك قدرتك على امتصاص الصدمة واحدة من المشاكل. يعني جبير السؤال انه المسألة بتاعت الانضمام تاخد فترة زمنية طويلة، يعني بعد ذاك الفترة الزمنية طويلة أي مستثمر أجنبي متى ما دول بثق في النظام الموجود في هذه الدولة، لأنه بعرف أنه إصلاحات كثيرة عشان في مشكلة سياسية تانية، على أنه الآن أنت بترهن إرادتك الوطنية وسيادتك الوطنية على المستوى الاقتصادي والتجاري إلى سلطة أكبر دولية خارج يعني سيطرتك أنت، خارج الحدود الوطنية، خارج مؤسساتك الوطنية، و تفرض عليك قوانينها. يعني هسه مثلا بريطانيا ما خرجت من الاتحاد الاوروبي الا لان هناك سلطه اعلى منها تفرض عليها في ترابها الوطني يعني بعض القوانين المدائرة. ما في رهن يعني مش للاراده الوطنيه فقط، لكن حتى للسياده الوطنيه في السياسات الاقتصاديه والماليه والتجاريه لسلطه على خارج السيطره، يعني سلطه دوليه. والله انا اقول لك دي مساله بتاعت زي قبل ذكرت لك انه يعني الشركات المتعدده الجنسيات دي اخطر منها ما في، لكن لابد انه احنا كسودانيين تكون عيننا بصيره جدا وراء الامر ده، يعني لابد انه نتابع الامر الملف ده متابعه لصيغه حتى انه ما نقع في الطائله بتاعت الهيمنه الاجنبيه دي، توقف على الشيء السياسي وتوقف على يعني نحاول بقدر الامكان نعمل الاجراءات اللازمه، نعمل الاجهزه التي تراقب دخول هذه الشركات، وان كان السوق مفتوح ولكن برضه
دكتور، شركة زي اكسون موبيل الأمريكية ميزانيات تعادل ميزانيات كل القارة الأفريقية، كل الدول الأفريقية، يعني نحن لا نستطيع أن نقاوم، لا نستطيع أن ندرأ عن أنفسنا يعني هذا الضخ وهذا الإغراق المنتظر. يعني أنا دارس من تجارب بعض الدول التي استطاعت أن تكيف أوضاعها، يعني اقتصاد المصري السعودي، الدول التي انضمت ما حسينا أنه حصل لها، رغم أنه دفع يعني السعودية اقتصاد طبعا كبير، لكن يعني بعض الاقتصاديات التي تشابه يعني دولنا افتكر استطاعت أن تمتص الصدمة وأن تعيد التكيف لشروط المنظمة وأن تمضي بالاقتصاد إلى الأمام. صح أكيد. فأنا أفتكر دي أحد المنظمة أشياء مهمة جدا، أنه مسألة مدى تكيف الاقتصاد المحلي مع شيء جاي من الخارج على أساس أنه قد يمكن الناس تستفيد. بعض النقاد بيقولوا أنه ما في دولة انضمت إلى منظمة التجارة الدولية وحصلت لها لا 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 يعني نهضة اقتصادية كبيرة كده لمجرد انضمامها حتى تصبح لنا نموذج ومثال. يعني والله يا أخي في الدول الشبيهة بين LDCs مثلا بتاعت الدول الأقل نموا، أو الدول الأقل نموا مثلا بتاعت دولة بتاعت في آسيا اسمها شنو أنا أتذكر، فدي في ظرف 5 سنوات أنا أفتكر كان حضرنا ورشة منظمة للدول الأقل نموا في هذه الدولة ذاتها، هي كانت رئيسة الدول الأقل نموا، استطاعت في ظرف 7 سنوات أنه المستوى الدخل القومي يقفز من 5 مليار إلى 12 مليار. أنا أفتكر ده ما ناتج عن شو؟ ناتج عن إصلاحات، ناتج عن دخول. طيب لدينا سؤال سياسي وفني في نفس الوقت. يعني السودان ما زال في قائمة الدول الراعية للإرهاب الولايات المتحدة، وهي قائمة مزعومة وظالمة، وهذا فرض عقوبات أخرى. نحن سنظل دولة مثقلة بالديون أكثر من 45 أو 43 مليار دولار، هي دي الديون الدولية والأجنبية على السودان، نواجه صعوبات في التدفقات المصرفية نسبة لوجودنا في هذه القائمة. من ناحية منطقية، ألا تظن أنه يعني خروجنا من هذه القائمة لابد أن يكون شرط ضروري موضوعي حتى نستفيد من مزايا الكامل الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية؟ والله دي واحدة من الأشياء اللي قد تلعب فيها السياسة والأخوان في وزارة الخارجية لازم يشتغلوا فيها شغل كبير، لكن نحن من ناحية فنية عندما نجلس مع المندوب الأمريكي بالحرف يقول أنا من ناحية فنية ما عندنا مشكلة، لكن يجيب لك 400 سؤال بعد يوم، يجيب لك 400 سؤال، وده الشيء السياسي المهم جدا. حس احنا حاولنا نتغلب على بعض الأشياء، حاولنا نستعين بخبير أمريكي يجينا هنا عشان يعني على الأقل أوراقنا دي ويورينا الترند الدولي أو نعم. أمريكا بالذات، بالإضافة لأنه اقترحنا احنا الأخ وزير التجارة وزير الخارجية وزير التجارة أنه عايزين نعمل فيديو كونفرنس مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الجهة المختصة وزارة التجارة أو وزارة الخارجية، على أساس أنه يعني نحاول بقدر الإمكان يكون نقاشنا الثنائي خارج الأرينا بتاعت جنيف. نعم. واحدة من الأشياء سياسات الممكن شنو يعني تقرب وجهة النظر الأمريكية، وأمريكا زي ما أقول الألفة، يعني هي الألفة فيما يتعلق، لأنه المسألة بتاعت التجارة العالمية المفروض تقوم سنة 47، ما قام سنة 24 إلا بعد شنو وافقت الكونغرس الأمريكي عشان نخش. النقطة بتقول يا دكتور إنه قالوا أمريكا دي غضب الوالدين بالحقك بالحقك. طيب نحن السؤال الأخير قبل ما نختم الحلقة خاص بدور اليابان باعتباره هي رئيسة فريق التفاوض، كيف التعاون معها؟ ما هي يعني المساعدات الفنية التي قدمتها؟ ما هو دورها حتى الآن؟ والله يكون اليابان يعني أول حاجة الفترة الأولى قدمت لنا مبلغ بتاع 300,000 دولار، حاليا قدمت لنا 600,000 دولار فيما يتعلق بمسألة بتاعت الانضمام، متعاونين أكثر من اللازم في مسألة بتاعت الانضمام، وصدف أنه سكرتارية منظمة التجارة برضو فيها ياباني، هو مشغول جدا بالملف بتاع السودان حتى أنه يعني يصدف أنه يتناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية ويقول لهم أنتوا عايزين شنو من السودان، وهو ذاته بالحرف واحد قال لنا أمريكان قال لهم أنتوا دايرين شنو من السودان، ليه بتساعدوا أكثر من الدول الثانية؟ أفتكر اليابان قدمت دعم ممتاز جدا بالنسبة للسودان. دكتور كلمة أخيرة في 30 ثانية. كلمة أخيرة في 30 ثانية. والله أنا أتمنى بس أنه المسألة بتاعت
التنسيق بين الوزارات المختصة ده واحدة من الهموم بتاعتنا. القطاع الخاص لابد أن يكون معنا، لابد أن يكون معكم نعم قلبا وقالبا في مسألة بتاع النمام، والمسألة بتاع رفع الوعي دي مسؤوليتنا إن شاء الله هنقوم باللازم. وأي زول عنده مسألة بتاع أي رأي في مسألة بتاع التجارة العالمية يجينا نحن، حتى أنه شنو الناس ممكن تفتي بصورة علمية وصورة عملية، على أساس أنه ما تتحدث بصورة غير علمية فيما يتعلق مسألة بتاع النمام. دكتور ياسين عيسى محمد، الأمين العام للأمانة العامة لانضمام لمنظمة التجارة الدولية، ألف شكر وتقدير لك على المساحة الزمنية التي منحتنا إياها ندير حوار ونقاش موضوعي حول انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية. دخلنا بكثير من علامات الاستفهام، ذهب بعضها وبقي بعضها معنا حتى الآن. هناك شكوك، هناك أسئلة تحت جانب، هناك أيضا شواغل، وهناك أيضا مزايا، وهناك أيضا تحديات يعني تلازم عملية انضمام لمنظمة التجارة الدولية. كنا نأمل أن يكون معنا على الهواء وزير التجارة الأستاذ حاتم السير، ألا أن الاتصال به قد تعذر، وكذلك بعض الخبراء. نعد السادة المشاهدين على أن تكون لدينا حلقة أخرى في وجود السيد وزير التجارة المندوب الدائم أيضا في جنيف دكتور مصطفى عثمان، وكذلك الخبير الدولي السفير دكتور علي ابن أبي طالب الجندي، وهو خبير منظمة التجارة الدولية أيضا في البنك الإسلامي في جدة، للحوار حول هذا الموضوع أيضا الهام. لا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم إليكم بالشكر والتقدير، وأيضا إلى ضيفنا داخل الاستديو دكتور ياسين على هذه السانحة والإفادات التي قدمها. لكم الشكر والتقدير على حسن المشاهدة والمتابعة. لكم تحياتي خالد موسى، تقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور.